السلام عليكم. ايش هو ايش اعطاك ديمتر هذا هو اللي نخدم لما انت مازي يختاق ديمت لا انا نخدم انا نخدمني مازيغنا انا نخدم انا نخدم, إن نخدم. لا يتعطل من اللعبية بسم الله يغنى رضا وني نستخدجش ديني شر ساحر بسم الله هان رغميت تقديمت هان رغميت نقدم إن رغمانتي استعطى زمان هاتين عدا داونت الحنار دي هان مش دست جانتي استعطى هاتين استعطى من لعب زمان هاتين عدا تقن البلغات بسم الله عدا زيني كرنت لسنتي حلوين هذا تقال تحرير هذا تقال تحرير سوق يدور نخط تركو لا يمشي هذا تخدم بسم الله هذا الجاج بسم الله انا الخضرت حتى الزياوت حتى الزياوت اش سيرنت الخضرت انا مشي داس تقال مشي داس تقال دي وحروي بس قلت لك تاسين تحروي ينتسم فيها انا في الدرس ديالي وحالي الصباح هي اللي شرنت هذه نتاع حالي ها بس دي انت ها بس دي انت انت سيمشي ها سيمشي لبالي بسم الله ترى دي انت حرير اسي سدين خلاص تقاليد المغرب بسم الله يا شعبي
تمشي وتدور لدينا بسيارة جينا يا الغدايا لا هاتين هات الثقب هاتين لا حبيساتها بسم الله هنا سمري تجي يا فضغي كوكاي تخاتم قاري زول عدا يلقى قدام البوطه
نمشي دايا نمشي قدام غادي نعمل تمازيغ من اللعب ارت نتمنى لو يعجب الحال طريقة غزة السير من الحليب مش بحال ديال المدن غزة طريقة غزة السير ها نمشي ديه ها نمشي ديه السير الزيزة مش رصفة شمشي هنشد السر الزيزو هذه هي الطريقة اللي كي يصنعوا بها حرير الحريرة مش بحالي المدن اللي ما يكحطوش فيها الزيزو وداك الشيء هنشد السر ديال الفين هانشي دايا بغني الزيزا نبدا دير لي نشتروا على سي قليل لا سي الطاس نبدا دير لي داوني نعت داوني نعت نخدم تقديم داوني نعت ما يدان السيار نعتهم كلشي هادي مشيت تقدا السير في 17 هادي نكرم الصباح مرينتي وحرير يرن الزيزه ودون هاد دايمنت صافي برشا ديال الفين ها ها السلاوي ها الزيزاو ها ديال الفين ها السلاوي مرحبا بكم مرحبا بكم ما يتمون يستمع أتيني من خدمتنا زمان هاي تخاطر تدو فيغ وليني هات هذا سوا لارتيني أنا مشي داها أنا مشي داها المهم تدو في غاية وكما شفتوا معنا الطريقة اللي كيديروا بها الحريرة التقليدية ديال هاد المنطقة وهاي هي كيفاش كيديروها وتطيب نوريكم هنا نمشي نسكي لا احنا غادي نمشيو باش نايمو نعمو يعني المهم نساقي ها نمشي داس مرين الزيزة ها نمشي داس نتيكات عطا ها
كيدفع عليه الماء من بعد كيغسل كيشيل من بعد كيصفيو الماء من ديك الخضرة يقطعو اللي وجهها لحرير دابا كتخلي الماء حتى يطلع ومن بعد كدير ليها الخضرة ومن بعد كدير ليها واحد دقيق كيصنعوهم تراه وديك الشي تحترت سيت هذا ندينا جماما ايوا يلا راني رزيزه وهاتي ودابا راه ما عادي يحطوا دوك الخضره اللي داروها يقطعوها ها نشد هذا الكرزيزه ايه رسيسنت ايوا دادني وبدا نسويت نفاتي سنت بس قال لي غدا هذه لا تيجي بسم الله بوتي سنت حتى تحبوا بين الجار نسيسن ها نحبونا الجار نسيسن ها جار تزيار تسير تاع ها نسيسن ها نسيسن بسم الله ونشرت على الجد نهي أي هاكل يا رمضان نعطيو حرير بدنا نسيب هذا حريري بدنا نسيبوني بدنا نسيبوني تمام الزيت الجو يا شال أبني داخل
ساعتين وقلت هذا ريحتي قلت زينه ديالها. حيت كيخلطو ما بين الماء وداك الدقيق اللي كيصنعو بالحبوب وطب الدقيق وداكشي وداكشي وكيخلطوه مزيان باش ما يكونش فيهم شي حاجة اللي قلتو شي قريز ديال هذيك ديال الطحين باش ما يديروش ليهم المشاكل في الحليلة. داكشي علاش كيخلطوها مزيان. دابا خلاص بعد غادي داك الخليط اللي نعمل الماء والدقيق بعد كضيف ديك الماء وديك الشوي وديك الخضرة باش تحاجة كبيرة باش ترجع باش تحيد كاع الدقيق من داك الشوي باش ما نضيعو حيت الماء مكاينش عندو داك الشي ديال الضياع ولا داك الشي. بس طريقة اللي كتشوف كيف كتعاود ليه الماء باش تحاجة كبيرة ودابا نخليكم تيطيب هادي عاونا فوق كيف ما قلت ما خواتي الصغار كيدبزو نشرب الدجاج شربتين وقني مدي ديشان قني مدي هذو تبدو متحبيان هذو تبدو متاني غتران عن الدمت هذو تقن مدي هذو رتي لي شان تغير دمت هذو رتي لي شاقين الله هنو شي دايا سيبت حر متخصص أديا سرسيت أديا 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 سرسنت في لان طبلع
هيا عرفتي كسلسلة هذي الغوا سلسلة. علاش دابا ساعدنا تجاش حيت كاين طلع نظلم هاد الحال وخا كاين الشمس نظلم. سلسلة نظلم كاع هاد الحال. يا عرفتي ناسي انا هاني نايا كيف ما كتشوفوها هي اللي درنا سلسلة عما غضبان ما ويا صاحبي واخا من بعد ما نسدو لا فيديو ونشوف واش كاين انا ولا عما غضبان محاتي أيسر استعجل وخسرت لنا حطي تنسدو هاد لا فيديو واش نعطي حيت ما كيكونش كيكون ناس شي شويه خصو على الاقل شي 10 دقائق باش هيا صفا الدعاء اول مره كدور في الشاشه انا تصورت سيلفي يا دعاء كنقدم لكم اختي الصغيره 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 دعاء اللي ما كانش عندها كاع الشعر اختي المتوسطة اللي عندها شعر واللي مغطية بواحد ليزار صفر هذا كتبغي النعاس ديروا اللايك اشتركوا في القناة هانتي فلفلتا ها وشكرا والى اللقاء تابعوا الفيديوهات ديالنا ديروا لايك وشاركوا في القناه ديالنا وتابعونا وتابعوا كل شيء اللي كنديروا حيت راه زوين الحياه كل شيء اللي كنديروه عن تقليدي ديال الملا والتقليديه ديال القرون الجوهر حتى كنشاركوا شي حوايج ما كيعرفوش كتلقى شي حوايج مشاركين المهم وشكرا الى اللقاء وباي.